بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نعمل start new project MBT activity وهنديله اسم البروجكت. ببساطة عايزين نتعرض فيه للليست فيو ومعاها الالرت دايلوج. هسميها pillars of prayer عشان هنعرض مجموعة من الحقائق وليها تفاصيل. فاحنا عايزين نتعامل ازاي نعمل لستة. خلاص الليست تبقى مجموعة من الايتمز وكل ايتم بيعرض حقيقة معينة. لما نكليك على ايتم بيطلع لي الديتيلز بتاعته. فانا دخلت في الاكتيفيتي مين، دخلت لقيت ان انا عندي تكست فيو جوه الكونستنت لاي اوت. قلت له لا، مش عايز التكست فيو ده خالص، انا عايز احط حاجه تانية خالص. هتروح على الباليت هتلاقي حاجه اسمها ليجاسي، جواها هتلاقي حاجه اسمها ليست فيو لان هي كانت قديمه شويه. هناخد القديم والجديد ان شاء الله مع بعض، بس في حاجات برضو مهمه جدا جدا. فهخش على الليست فيو دي الاتريبيوتس بتاعتها. الاول اصغر، ايوه اقف عليها هي ذات نفسها. هدور على الخاصيه طبعا من ليست فيو، ماشي لي اوت ويدث والهايت بتاعتها. ماشي الليست فيو هو احنا عايزين بس نعملها الاول اللي اوت بتاعته، نسيب الاطراف من اللي اوت الاول. خلينا واحده واحده. اللي اوت هاخد الطرف اليمين هديله 8، شمال 8، من فوق 8، من تحت شمال الى اخره، من جميع الجهات من الاربع كورنرز بتاعتنا نديله 8 ايه، عشان يعني ايه يبقى في سبيس كده طفيفه من جميع الاطراف ليست فيو داخليا، وفي اطراف بيضاء كده من جميع الاربع جهات يعني. طيب اتس اوكي، ده كده بالنسبه لنا الاولاني. طب الاي دي عشان هكلم ليست فيو دي واحدف لها بعض الداتا يعني. فانا هديها اي دي مثلا انا عايز اسميها برايرز ليست فيو او بيلرز ليست فيو. ماشي خليها براير ليست فيو. تمام دي كده الاي دي بتاعها. عايزين نديها بقى الايه الويبس والهايب بتاعتها. طيب نروح كده مع بعض ندور على الخصائص بتاعه. طب نفايند على الاسهل لنا ويدث. ايوه لي اوت ويدث ماتش كونسترينت وراب كونتنت. ماتش كونسترينت ده زيرو. لا انا مش خلينا نخش في الكوبي اكس ام ال كود اسهل لنا. امسح خش على التكست. ايوه الويدث اخليه ايه ماتش بيرنت. ايوه والهايت خليه ماتش بيرنت. خلاص كويس جدا كده. والمارجنز خلاص سيبنا الهوامش وكله تمام. طب بكده نكون احنا ايه جهزنا ليست فيو، جاهزين بقى نكتب الكود بتاعها اللي هيبدا يشتغل معاها ان شاء الله.